بالفعل ده أهم حاجة، كل الإجراءات الوقائية التي تحد من الاختلاط. قبل ما أتكلم معلق، طبعا نحن في المجال الرياضي أكيد نحب نسمع طبعا وزيرنا دكتور أشرف صبحي. مساء الأنوار يا دكتور. كابتن مدحت مساء الفل. أهلا أهلا حضرتك. أهلا بيك. حابب أسمعك يا دكتور في هذه الظروف. أكيد إحنا يعني اللي بتقوم بيه الدولة المصرية، وحضرتك شفت تصريحات طبعا دولة رئيس الوزراء وتوجيهات فخامة الرئيس، كلها يعني شيء بيعبر عن الحرص على يعني المواطنين والحرص على كل يعني المصريين. إن شاء الله يكون يعني حاجة تمر ويكون يعني أقل الخسائر موجودة، وطبعا الاحترازات اللي موجودة شيء مهم ان احنا كلنا نستوعبها، ويعني زي ما سمعنا دورة الرئيس. اما بالنسبة للوسط الرياضي والمجال الرياضي، احنا يعني الحمد لله يعني زي ما حضرتك يعني كلنا حاسين وشايفين ان في كذا درجة، يمكن الاجراءات الاحترازية واللي بتتماشى دايما مع الاجراءات منظمة الصحة العالمية، وايضا تدقيق وزاره الصحه المصريه، ومنتهى الشفافيه دايما في اعلام واعلان عن كل حاجه. عشان كده يمكن الجزء الاولاني احنا بدانا ب عدم تعليق النشاط الرياضي، لكن عدم وجود التجمعات ومفيش جماهير. في الحقيقه طبعا كان جزء موازي، بتكلم برضو على الرياضه والمفروض ايه اللي نعمله. كان جزء موازي لتوجيهات فخامه الرئيس بتعليق الدراسه اسبوعين، وايضا التوجيهات المرتبطه بالحكومه لتنفيذ هذه التوجيهات، ان احنا يعني تم تعليق النشاط الرياضي لمده اسبوعين، ولازم كلنا يعني ننفذ ده وناخذ كل يعني كل امورنا بجديه، لان دي كلها اجراءات. صحيح. معايا يا دكتور؟ طب يلا، طب نشوف. يعني طبعا كلام الدكتور اشرف صبحي واضح جدا، وطبعا زي ما احنا دايما متعودين مننا كلنا كرياضيين ان احنا طبعا كلنا مع الدوله قلبا وقالبا وكلنا في نفس الاتجاه. اتفضل يا دكتور. فاحنا اكيد لازم في الوسط الرياضي وفي الرياضه فيها احتكاك اكتر، فيها اعمار سنيه كتيره جدا، فيها كثافات في التدريبات، فكان لازم نكون يعني امورنا الاحترازيه يعني خلاص لازم ننفذ وبوعي وبحرص. يعني بنتكلم دوت وبنتكلم ان دي كلها امور احترازيه بتتماشى مع الحاجات المرتبطه بمنظمه الصحه العالميه. الحرص هنا مش معناه نتخطى، الحرص ان احنا نقوم بتنفيذ ده دلوقتي. فبالتالي الايقاف النشاط ده شيء صحي دلوقتي، احنا يعني بقدر المرحله. سيبنا جزء ان احنا لازم طبعا يعني نكون موجودين فيه وبحرص، ايضا احنا لسه ما فيش اي حاجه مرتبطه بالاولمبياد 2020. اللجنه الاولمبيه لم تعلق، لم تؤجل، وبالتالي اللجنه الاولمبيه المصريه لازم احنا بنكمل وبحرص شديد باشراف اللجنه الاولمبيه بالنسبه لي ولادنا وشغل الاحترافي للاتحادات الرياضيه لتدريب المنتخبات فقط اللي هي تاهلت للاولمبياد، اللي هي احنا في مرحله التاهل. البعض تاهل ومرحله الاعداد. فبالتالي احنا عندنا يعني جزء بيسافر بره وشغال بره، مع ان معظم دول العرب يعني يا اما اعتذرت يا اما اجلت، فخلاص بيتم الاعداد والتاهيل في مصر. تمام. او التدريب في مصر، لكن باشراف المدربين المنتخبات واللجنه الطبيه اللي موجوده واللجان الطبيه، الازمات اللي مشكلينها ما بين اللجنه الاولمبيه المصريه والوزاره. وده بنسميها وزنها ليميت، يعني في حدود فيها في التدريبات وتحت الانظار. انما لازم نكون حريصين لكل الانديه، والانديه الصحيه كمان ما فيش داعي منها الفتره دي كمان. فبالتالي احنا كمان بنراقب ده وبنبعت خطابات، وكل الناس لازم يبقى احنا يعني حتى مش محتاج للرقابه، محتاج ان احنا في الرياضه ننفذ ده كشيء احترازي. يعني احنا بس مش عايزين نبالغ في اللغه، احنا بنتكلم بناخد احترازات. ايوه طبعا، لان كل الارقام وكل الارقام اللي موجوده سواء الاصابات بتعلنها وزاره الصحه المصريه اول باول، تنسيق مع منظمه الصحه العالميه، مفيش حاجه يعني مفيش حاجه بتستخبى، ومعالي وزاره الصحه اول باول مع وزاره الصحه او منظمه الصحه العالميه، ودي توجيهات الصحه العالميه فبتتعمد يعني بالظبط، لان ده حرص شديد جدا، قياده سياسيه وحكومه
الحكومه المصريه. واحنا كمان في القطاع الرياضي لازم نكون يعني حريصين جدا. الانديه احنا ما قلناش نقفل الانديه، ما قلناش نقفل مراكز الشباب. قد يكون رؤساء الانديه ومجلس الاداره شايفه ان هي يعني عشان التجمعات يا دكتور اشرف يعني عشان التجمعات قد يكون الصبح في الشمس في الهواء دي هترجع للتقدير لمجلس الاداره، لكن النشاط الرياضي احنا بنتدخل فيه لا يعني احنا ده توجيهات وبننفذها كلنا. طب هل يا دكتور اشرف هل يعني احنا اوقفنا النشاط الرياضي 15 يوم؟ يعني امبارح كنت بكلم بعض المدربين فقالوا احنا نخشى ان في نهايه ال 15 يوم يقولوا لنا الماتشات بعد بكره مثلا يعني، وبالتالي ما عندناش فرصه استعداد حقيقيه نتيجه ايقاف التدريبات والكلام ده. هل هيبقى في فتره اخرى للاستعداد؟ بص زي ما قبل يعني عشان انفذ توجيهات دوله رئيس الوزراء وطبعا التوجيهات اللي موجوده كان لازم اجتمع في البدايه برئيس اللجنه الاولمبيه وكمان رئيس اتحاد الكوره رئيس اللجنه الخماسيه طبعا استاذ عمرو وايضا المهندس هنا بوليده عن الاتحاد الافريقي بالظبط، عشان الاتحاد الافريقي عملوا تعليق وتاجيل بس للمنتخبات انما ما عملوش للشامبيونز ليج. انا بتكلم على الابطال دوري الابطال الشامبيونز ليج دوري الابطال عملوه النهارده فالنهارده يمكن لسه ما جالناش المعلومه انما هتاكد منها لان كان في كلام عملوه في مايو قالوا في اقرب وقت. طب تمام هو ما هو في مايو يعني ده احنا في اول اسبوع من مايو ده الطبيعي بالزبط. هل هيقتلوه لشهر 6 او لا ده لسه ما جالناش بخبر. اوكي فبالتالي كان لازم اتشاور معاهم علشان كيفيه التطبيق وكمان علشان ده ازاي يعلموا ويعلنوا واحنا نراجع ونراقب اللي هيحصل بالظبط. يعني خلال قبل الاسبوعين هنجتمع معاهم تاني وفق الدرجه اللي الدوله المصريه هتاخدها واحنا نبدا ننفذ بتكلم على الادوار يعني برضه هنجتمع تاني ونشوف ايه المفروض يتعمل علشان يبقى في يعني الفير فاليو يبقى يعني الحاجات اللي المفروض تتعمل هتتعمل وكلامك مظبوط يا كابتن. 100 100 انا بشكرك يا دكتور اشرف شكرا جزيلا. شكرا ودايما الصحه والسلامه يعني كل الرياضيين وكل المصريين والمصر كلها ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. طيب برنامج يا مساء الانوار مع جنرال الاعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي من الاحد الى الخميس في الساعه 11 مساء على القاهره والناس